هي شنو العصبة؟ احنا عندنا الان اذا واحد مات وما عنده الا بنت، زين، هذه البنت افرض او بنتين، ها يعني بنات ذكور ما عنده، هذه البنت عندنا احنا تأخذ نص، اذا مات وعنده بنت وحدة تأخذ نص، فرض لها القرآن نص، النص الثاني وين نوديه؟ النص الثاني ندور الدليل وين يوديه؟ الدليل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. طيب ما أكو رحم أقرب للإنسان من ابنه، ابنه هذا أقرب الناس إلى هذا الرحم، فنص نطيه إياه بالفرض والنص الثاني الرد عليه بالآية الثانية. نبه لي، عند المذاهب الإسلامية الأخرى لا، يطوها الفريضة والباقي لمن يطوه؟ يطول العصبة للباقي الورثة. ولذلك أشوف أشارة مشكلة الآن عند كثير من إخواننا بالمذاهب الإسلامية الأخرى، ويضطر أحيانا يعلن أنه متشيعا حتى ثروته لا تروح، يقول لك أنا هسه تعبان وطارد، أنا أطلع الناس على شنو؟ هذا بيتي وهي بنتي وهي مسكينة وحاجة إلى أن ترفد، أنا أشيل أتعابي أطيها للآخرين. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.